بسم الله الرحمن الرحيم. جامعة النيلة، كلية علوم الحاسوب وتقنية المعلومات، الفرقة الخامسة، قسم معلومات إدارية. أقدم سيمينار بعنوان Medical Data Mining، التنقيب في البيانات الطبية. إعداد إسراء أحمد علي، اسمه محمد طاهر، نسيبة حسن علي، حنان زفنايا أوكلي، نازك حسين، عنايات عبد الصادق، بخيتة حزمان. طيب، أولا الميديكال داتا مايننج، نتكلم عن أهمية الميديكال داتا مايننج، اللي بتحتاج معظم المراكز الطبية الهامة إلى إجراء عمليات البحث في سجلات المرضى الطبية وتحليلها، ولعل من أهم الأعمال التحليل المطلوبة تحديد الحوادث والأمراض التي يتعرض لها الأشخاص وحالاتهم الصحية، أو بوجه عام تحليل السجل الصحي الخاص بكل شخص. ولقد ازدادت التطبيقات التي يمكنها الاستفادة من هذا النوع من التحاليل. يمكن أن نذكر في هذا السياق أمثلة أهمها: تشخيص الأمراض، التخطيط للعمليات الجراحية، استقطاب الموارد البشرية اللازمة لإجراء الاختبارات الصحية، التحقق من تطبيق التقرير الصحي، تقييم مقاييس الجودة، تحسين أداء الأبحاث الطبية. في دورة حياة الميديكال داتا مايننج أو سايكل أوف ميديكال داتا مايننج، أولا بنبدأ بإنه المريض بيجي بيقابل الطبيب اللي هي مرحلة الاستشارات الطبية. بعد كده بيتم تسجيل البيانات، بيكون عندنا موظفين اللي هم الداتا انتري بيختصوا بتسجيل البيانات دي. بعد كده هيكون عندنا الهيرس داتا كير او الداتا وير هاوس الخاصة بالبيانات الطبية. بعد ما تكون تتم عملية تسجيل البيانات، هنعمل عملية الداتا مايننج بخصوص اجراء عمليات الداتا مايننج بالنسبة للبيانات. نستخرج المعرفة أو هيتم استكشاف المعرفة اللي هي بيكون استخراج عن طريق الريبورتات التي يتم تقديمها للدكتور، أو عن طريقة تالي ترجع الدورة تعيد من مرة تانية. طيب، معايير التشخيص الطبي، عندنا عدة معايير بيعتمد الطبيب لما يجي يشخص المرض بناء على عدة حاجات معينة. أول شيء بعض الأعراض المعينة أو نتائج التحليل اللي هو بيمشي يطلب من المريض تحلل، أو وجود عادة معينة كالتدخين أو شرب الكحول مثلا وغيرها. دي الحاجات الغالبا بيعتمد المريض في إجراء عمليات التسجيل. أنواع البيانات الطبية بتختلف عندي من نوع إلى نوع آخر. واحدة من أنواع التقارير المخبرية اللي هي نتائج المختبر أو نتائج المعامل اللي بيتم عمليات الفحص فيها كفحص الدم أو السكر أو غيره، ملاحظات اللي بيكتبها لنا الطبيب بعد ما يشخص الحالة، أو الصور الأشعة اللي بتكون لأجزاء معينة من الجسم أو غيره، أو الكثير من المستندات الطبية الموجودة في مراكز العناية الصحية، وترميز الـ ICD-9 اللي هو ترميز عالمي متفق، ترميز أمريكي بيتفق عليه وبيدي كل مرض رمز معين مكون من 4 أرقام. تقوم المؤسسات الطبية في أغلب الأحيان باستخدام الممرضات لاستحصال المعلومات يدوياً من عينة يأخذوها عشوائياً من المرضى، نظراً لاستحالة إجراء التحليل على كامل المرضى. بعد ما أنا أخذ التحليل من كل المرضى أو من كل الحالات، يمكن تصنيف عمليات تحليل البيانات الطبية ضمن 3 صفوف: التنقيب في البيانات البنيوية الموجودة اللي هي البيانات المالية عادة ما تكون، ولسوء الحظ فإن الترميز بتاع الـ ICD غير مفيد لإجراء عمليات التحليل على البيانات الطبية أو استحصال البيانات يدوياً، وهي عملية مكلفة مادياً وزمنياً، ولا يمكن تطبيقها إلا في المؤسسات الطبية الصغيرة أو إدخال البيانات البنيوية مباشرة عند فحص المريض ومعالجته، وهي تستغرق وقت وتتجاهل البيانات القديمة ويجي بسلفة تحديد البيانات التي سيجرى تجميلها. نشوف أدوات التنقيب في البيانات الطبية. البيانات الطبية زي ما قلنا عندنا هي عدة أشكال وعدة أشكال، بالتالي هنحتاج لتقنيات مختلفة إننا ننقب فيها. واحدة من التقنيات اللي احنا بنستخدمها في التنقيب في البيانات الطبية تقنيات بايز، اللي هي البايز تكنولوجي، اللي بتجري تلميذ على شكل بنرمز المعرفة دي بشكل بتاع شبكة، بنستخدم القواعد الاحتمالية، وبناء عليها بنحصل على النتائج اللي بتعتمد ليه على المصادر المختلفة اللي بتكون متاحة عندي. بالنسبة للخوارزمية ممكن نستخدمها، بنستخدم خوارزمية مطبقة من 3 مراحل: مرحلة استحصال المعلومات، نجمع الملاحظات عن كل
البيانات الموجودة عندي، بعدين مرحلة تجميع البيانات حيث أن كل بيان هنسيب له الملاحظات المتعلقة به، بناء على بعد كده هقوم أحسب مرحلة الاستدلال التي يجري فيها نشر المحاولات المهلية بشكل بايس، وبنحسب كل ملاحظة ورحمة. طيب عندنا الميجر ايشو ان ميديكال داتا مايننج، القضايا الأساسية المتعلقة بالداتا مايننج في الميديكال. واحدة من القضايا أو المشاكل دي إنه ضخامة البيانات الطبية، إنه البيانات الطبية بتكون عندي موجودة في سجلات ضخمة، عدم التجانس والتعقيد، إنه معقدة لأنه زي ما قلنا إنه عدة أشكال وعدة أشكال وأنواع. تفسير الطبيب أو تفسيرات الأطباء النفسي أو الطبيب المعالج. النموذج الإحصائي، النماذج الإحصائية اللي بنستخدمها بتكون نماذج إحصائية ضعيفة. عندنا الحل العمليات دي اللي هي واحدة من الحلول، إنه يكون عندنا ستاندرد فوكابولري اللي هي بيانات قياسية، اللي هي احنا بنقسم المشاكل إنه المرض أو اللي بيكون عنده أكثر من اسم في أكثر من جهة، عشان كده بنعمل ملاحظات أساسية وملاحظات أساسية بالإضافة إلى واجهات أساسية توحد لنا الأسامي المختلفة. ثاني شيء عندنا قضايا أخلاقية واجتماعية وقانونية. واحدة من القضايا دي الداتا الملكية الفكرية والقوانين القوانين القضائية، القضايا الإدارية، وثاني حاجة الأهمية الفوائد المتوقعة وسرية وصعوبة سرية وأهمية البيانات الشخصية. عندنا حالة من الحالات اللي هي حالة اللوكيميا، مرض سرطان الدم، اللي هو بكيف ممكن نعمل له داتا مايننج. مرض سرطان الدم قليل بيأثر على مجموعة من الخلايا، بيأثر على الخلايا بناء عليه هنقوم نعمل تجميع للعينات، هنحاول إنه نشخص المرض لدقة، نشوف أثر العلاجات السابقة على المرض، وبناء عليها نقدم توصية بأفضل علاج أو أفضل علاج ممكن نستخدمه. الحالة دي هنا استخدمت لي مصطوفات صغيرة، أجرينا عمليات ترينينج على 38 مريض و 34 حالة اختبار، وأصلاً عدد المرضى الكلي كان 7000 مريض اللي هو خصائص. بناء على هيتقسم لي المرض لنوعين من المرض، اللي هو الليمفاوي والإيلال الليمفاوي والإي إم إل. فيوتشر اوف داتا مايننج او المستقبل المتوقع للميديكال داتا مايننج، دي نموذج للحالات المستخدمه اللي هو بيوضح لي جدول، بيوضح لي 10 اخطر امراض بتسبب لي حالات وفاه او اعلى مستويات وفاه. عندنا الامراض بالترتيب وحالات الوفاه اللي حصلت والعلاج المفروض وتكلفه العلاج بالدولار. واحدة من الأمثلة إنه أخطر مرض عندنا مرض القلب، عدد الإصابات 7039000 وفاة، العلاج بتاعه والتكلفة بتاعته كانت 16.5 بليون دولار. وثاني حاجة مرض الكانسر، وبديها قائمة بكل الأمراض المصاحبة. شكرا جزيلا.